استهداف كيان شباب مصر أحد كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتحقيق الانتشار الجغرافي من خلال متطوعي، فتح الكيان أبوابه أمام الشباب بعدد من محافظات مصر لقبول الراغبين في التطوع، فضلا عن توفير مقابلات إلكترونية للتيسير عليهم. وبدايتنا من محافظة القاهرة. التقديم كان من خلال الفيسبوك، الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك، من خلال اطلقنا لينك تسجيل، الشباب سجلت، تواصلنا معاها. اختيار الكيان شباب مصر كيان متفرد ما عندوش اي انتماء الا للبلد، بيعملوا بجد. اي حد فينا يتمنى انه يشتغل في العمل التطوعي وفي الخير. شرح لنا الاهداف بتاعت الكيان والمسيره بتاعت الكيان، ازاي ابتدى وايه الصعوبات وايه الانجازات اللي اتعملت. وفي محافظة الدقهلية حرص العديد من الشباب على الانضمام للتحالف الوطني للمساهمة في نشاطه. أحب أكون مشارك في كيان زي دوت، لأن هو هيمس الشارع أو هيمس المواطن البسيط. اكتشفت أنه هو ليه دور فعال في أرض الواقع، فحبيت أن أنا أنضم وأشارك. لما فتحوا باب التقديم قلت أنضم في حاجة زي كده، لأنها هتفيد ليا كتير هحاول ان انا برضو افيد المجتمع اللي انا فيه. التحالف الوطني وكيان الشباب ده كيان قوي جدا، حس الشباب جميعا ان ينضم الى هذا التحالف. كما شهدت محافظة أسيوط إقبالا من شباب قرى ومراكز المحافظة، إيمانا منهم بأهمية التطوع. جينا أسيوط عشان نكون مع المتطوعين، بنقرب المسافات، نقدر نقعد مع المتطوع وجها لوجه، نعرف طموحه، نعرف أفكاره. جيت النهاردة لأن أنا حابة أن أنا أتطوع في تبع كيان شباب مصر وتبع التحالف الوطني. حابة فكرة التطوع في التحالف، مؤمنة بفكرة التطوع ان هو مسؤوليه وطنيه. حاجه بسم الله ما شاء الله عليها، يعني العدد الكبير والحج الكبير اللي انا شايفه النهارده حاجه تفرح بسم الله ما شاء الله. المشهد لا يختلف كثيرا في محافظة البحيرة، وحرص الكيان على تدعيم عملية اختيار المتقدمين من خلال دعوتهم لتقديم أوراق عمل في أحد الموضوعات التالية: كحوكمة منظومة الحماية الاجتماعية، مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية، وإعلام الجيل الخامس، وسبل التأثير على بناء الشخصية المصرية. في مواضيع هيقدموا فيها مقترحات، طبعا المقترحات دي هتساهم في أزمات وفي حاجات احنا بنعيشها اليومين دول. سمعت كتير عن الكيان وعن دوره وعن تأثيره في الشارع المصري، عشان كده حبيت أكون من ضمن الناس اللي تشارك في الكيان. حاجة مشرفة جدا، وأعضاء ممثلين كيان حاجة مشرفة جدا وكيان جدا. أنا شايف أنه دعم للشباب المصري ودعم للدولة المصرية. أيضا من ضمن الموضوعات التي يتم العمل على تدعيمها لعملية الاختيار تطور العمل التطوعي ودوره في مواجهة الأزمات والكوارث، بالإضافة إلى موضوع الشباب المصري خارطة عمل ما بعد التمكين، وذلك لضمان اختيار أفضل المتقدمين لوضع بصمتهم في العمل التطوعي، وما أكد عليه الشباب بمحافظة الغربية. العمل التطوعي من ضمن الأهداف السامية اللي أنا بحب أن أنا أشتغل عليها، وعلشان كده أنا جيت وحبيب أن أنا أشتغل معي. التحالف الوطني يعني بيضم أكتر قدر ممكن من الجمعيات وبيشرف عليها، فبالتالي إن هيقدر ينظم أكتر قدر ممكن من المساعدات وهقدر أوصلها للمستحقين بجد. دور مهم جدا في المجتمع بتاعنا، بحيث إن احنا نغطي أكبر فئة ممكنة من المواطنين، إن احنا نقدر نقدم لهم الخدمات اللي يستحقوها. تأتي هذه الفعالية في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أشار إلى أهمية التطوع، ومن منطلق السعي إلى تدريب القدرة الشبابية والتأكيد على أهمية مشاركة الشباب في العمل التطوعي وتأهيلهم للمشاركة في العمل العام.